بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله موعدنا مع البنكرياس. البنكرياس أو الغدة المختلطة. البنكرياس اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو سابق، إن البنكرياس ما هو إلا غدة مختلطة أو مشتركة. ليه غدة مختلطة أو مشتركة؟ لأنه شغال عندنا في جهازين، شغال تبع الجهاز الهضمي وشغال تبع الجهاز الهرموني، فلذا كنا بنقسمه إلى غدة قنوية وغدة لا قنوية. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده يوضح لي بعض المعلومات اللي موجودة عن البنكرياس، نتفرج عليها وبعد كده نشوف ايه المعلومات المتاحة. فين موقع البنكرياس؟ طبعا شايفين القفص الصدري، الكبد تحت منه محمي بالقفص الصدري، عندنا اداه شكل المعدة، وده البنكرياس موجود خلف المعدة وامام الكليتين. الاحمر اللي ورا ده الطحال، لان بعض الناس ممكن بتسأل عن الطحال. الطحال له وظيفة مناعية، هنجيله في الجهاز المناعي ان شاء الله. بالنسبة للبنكرياس عرفنا مع بعض ان هو غدة، تمام، وظيفته وظيفتين، وظيفة تابعة للجهاز الهضمي كإفراز إنزيمات هضمة، وظيفة تابعة للجهاز الهرموني لإفراز الهرمونات من مجموعة من الخلايا بنسميها جزر لانجرهانز. هنشوف مع بعض الكلام ده. تعالوا نشوف مع بعض، أدا منظر البنكرياس اللي إحنا بنتكلم عنه. البنكرياس عندنا فيه مجموعة من الخلايا موجودة عندي في الدائرة البيضاء أو الدائرة اللي بره، عبارة عن مجموعة من الكنيات، ماشي، مهمتها إن يتجمع العصارة اللي بتساعد في عملية الهضم. كل اللي لونها اخضر دي ما هي الا كنيات بتجمع العصاره او بتصنع العصاره الهضمه، وتبدا تنقلها في انبوب عندي ويتصب في قلب القناه الهضميه مع الحويصله الصفراويه، يعني الجزء اللي نازل ده اللي هو الحويصله الصفراويه اللي جايه من الكبد، الاثنين بيصبوا عندي في الاثنى عشر وبيساعدوا في هضم المواد الغذائيه. امال ايه الخلايا اللي لونها ازرق وموجوده عندي في النص دي؟ هنلاقي في عندنا خليه اسمها خليه بيتا وخليه ثانيه اسمها خليه الفا، ولو ركزت هتلاقي عندنا مين اكتر، بيتا ولا الفا؟ ها مين اكتر؟ بيتا، الفا، الفا، بيتا، ها برافو عليك، هنلاقي بيتا عندنا كعدد اكثر من الفا، يبقى بالتالي افراز خليه بيتا هتكون اكثر من افراز خليه ايه؟ الفا، تمام؟ الاثنين مع بعض بنسميهم جزر لانجرهانز، جزر لانجرهانز، يعني ايه جزر لانجرهانز؟ العالم اللي اكتشفها اسمه لانجرهانز، ولما شافها تحت المجهر احس ان هو بيبص لجزر بحريه، جزر موجوده في البحر بالمنظر اللي هي موجوده بالشكل ده كده، فقال ديت شكلها شكل الجزر فبيسميها جزر لانجرهانز. طيب ده الاخ بنكرياس، علل يعد البنكرياس او يعتبر البنكرياس من الغدد المختلطه او المشتركه. ليه غده مختلطه او غده مشتركه؟ لان احنا عرفنا ان ليه وظيفتين، وظيفه قنويه ووظيفه لا قنويه. وظيفه قنويه ان هو بيديني انزيمات هاضمه، هيصبها فين؟ هيصبها عندنا في الاثنى عشر. قادر البنكرياس كل المجموعات اللي موجوده فيه من مجموعات الخلايا هتبدا تكون الانزيمات الهاضمه ويتم صبها في الاثنى عشر اللي هو موجود عندي في المكان ده. طيب اتصبت الانزيمات الهضميه عندي في المكان ده، فبالتالي هتتم عمليه الهضم. طيب ده اول وظيفه. طب الوظيفه الثانيه اللي هي اللا قنويه اللي احنا بنسميها غده صماء او غده لا قنويه، الاثنين بنفس المعنى، تمام، وعرفنا ان دي مهمتها افراز الهرمونات. هرمونات هتصبها فين؟ هتصبها في الدم مباشره، مش محتاجه قناه. اي هرمون يتم نقله الى الدم مباشره، يعني الوعاء الدموي بيكون ماشي. لو انت لاحظت شايف الخط الاحمر ده، ايوه ده وعاء دموي، بيتم تكوين الهرمون اللي احنا هنتكلم عنه بعد شويه يتنقل الدم، والدم ينقله عندنا على طول للجهاز الدوري، والجهاز الدوري يوزعه على الجسم على حسب المكان اللي هيوصل ليه. طيب واحد ممكن يجي يقول لي يا استاذ، طيب هل الهرمون لما بيصب في الدم هو عارف هيروح فين بالظبط؟ قال لك لا، هو بيتحرك مع الدم وعلى حسب الدم يوديه، يعني ممكن يوصل للعضو ممكن ما يوصلش. بص، هو هيوصل للعضو بتاعه لو بتركيز قليل، خلاص عرف العضو ان هو جاله تنبيه ان هو يقوم بالمهمه بتاعته، تمام، فبالتالي هيشتغل. بيفضل عندنا في جزء في الدماغ اسمه تحت المهاد، وده عباره عن مختبر تحاليل، اقوى مختبر تحليل موجود في جسمك، مهمته ان هو يعمل تحليل مستمر لدمك، كل شويه ياخد عينه من الدم ويحللها، يقيس السكر، يقيس البوتاسيوم، يقيس الصوديوم، يقيس 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 كل الحاجات اللي في قلب جسمك، ويعمل تقرير مستمر ان فلان مظبوط، فلان زياده، فلان ناقص، وبناء عليه يصدر الامر للغده النخاميه، والغده النخاميه تبدا ترسل الامر للغده اللي مسؤوله عن ظبط اي خلل سواء كان بزياده او بنقص. تاني الحته دي عندنا في جزء في الدماغ اسمه منطقه تحت المهاد، دي جزء مش واضح عندنا في قلب الكتاب لكن موجود في بعض المراجع الخارجيه وممكن بعض المدرسين تتكلم عنه. جزء تحت المهاد ده من الاجزاء المهمه والخطيره جدا، ده مهمته تحليل، يحلل الدم بمرور الوقت، كل شويه بيجي له عينه الدم ويعمل فيها تحليل ويحلل لي كل خصائص الدم، زي واحد مثلا يروح لمختبر ويقول له انا عايز اعمل صوره دم كامله، فيعمل له تحليل دم ويقول له والله الدم بتاعك 1 2 3 وكل الخصائص اللي موجوده عنده في دمه، تمام؟ هو نفس الوضع عندنا تحت المهد ده، لا ادق من ده، مهمته ان هو يفحص لي الدم ويبدا يديني تقرير
عن اي حاجة في قلب دمك سواء بزيادة او بالنقص، وبناء عليه يحدد يا ترى محتاجين مين الهرمون اللي يفرز، مين الهرمون اللي يظبط لي المشكلة دي. لو في مشكلة هيبلغ الغدة النخامية، يا غدة نخامية فلان زيادة، السكر زيادة، السكر ناقص، صوديوم زيادة، الصوديوم ناقص، كالسيوم زيادة، كالسيوم ناقص، هو اللي يبدأ يحدد الكلام ده. وبناء عليه الغدة النخامية افرزت الهرمون، والهرمون يروح للغدة المسؤولة عن ضبطه، ولما يتظبط يبعت رسالة لها تاني، تمام كده، الله ينور عليك، كده الامور ظبطت وكل حاجه رجعت للمستوى الطبيعي. يعني شغال يدي اوامر ويتابع التنفيذ لحد ما نوصل للصوره النهائيه الخاصه بالمهمه بتاعتنا. طيب تعالوا كده مع بعض يا شباب نشوف ايه الهرمونات اللي بتفرز عندنا من البنكرياس. بالنسبه للبنكرياس عرفنا ان احنا عندنا في خلايا سميناها خلايا جزر لانجرهانز. جزر لانجرهانز اللي بتفرز عندنا بتفرز نوعين من الخلايا، في خلايا اسمها خلايا الفا وخلايا تانية اسمها خلايا بيتا. يبقى انا عندي كده كام نوع من الخلايا؟ نوعين من الخلايا، خلايا الفا وخلايا بيتا. تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو. ادي منظر البنكرياس زي ما احنا شفناه، بيكون ورا المعدة، اعلى منه الكبد، من الخلف بيكون في عندنا كليتين سواء الكلية اليمنى او اليسرى، الاتنين موجودين في الخلف. البنكرياس عرفنا ان هو شغال غده قنويه لان مهمته افراز انزيمات هاضمه، الانزيمات الهاضمه بتفرز عندي وتروح للقناه الهضميه في الاثنى عشر، يتم صبغ الاثنى عشر. بيتقسم عندنا لثلاث مناطق، تمام، جسم وراس وديل، تمام، بس ده مش مطلوب مننا. عرفنا ان شغال بوظيفتين، جاب لي الوظيفتين قدام مني، بيفرز مجموعه من الهرمونات من ضمنها الانسولين والجلوكاجون، في حاجات تانية بس مش مطلوبة مننا في المنهج. تاني حاجة بيفرز الانزيمات الهضمة اللي مهمتها هضم الطعام، ممكن جايب لي مجموعة من الطعام، تمام، سواء كانت لحوم او سكريات او دهون، تمام، يعني عندنا جبنة فيها نسبة دهون، تمام، لحوم، سكريات او حاجات من مشتقات الدقيق او الحبوب، كل ده عندنا من المواد اللي ممكن البنكرياس بيسيطر على عملية هضمها، زي انزيم الاميليز، تمام، بروتيز، وفي عندنا الانزيم الاخير اللي هو اللايبيز البيض من الدهون. ايه فايدة الانزيمات؟ الانزيمات اخدنا قبل كده في الجهاز الهضمي ان هي مهمتها تيجي على المادة ديت وتقوم هضمها. عندنا الانزيمات بدأت تفرز وتروح على القناة الهضمية، ومن خلال القناة الهضمية اي طعام جاي تقوم هاي مفتتة الطعام ومدوباه ومحولاه الى جزيئات اصغر يسهل على الامعاء ان هي تمتصها، تمام. ده بالنسبه عندنا هي كانت افرزت في صوره غير نشطه، لكن مجرد ما بتتنقل للامعاء بتتحول لصورتها ايه؟ النشطه. عشان واحد ممكن يقول لي طب ما هي بتهضم، طب ما انا عندي جدران القنوات نفسها بتتكون من نفس المواد الكيميائيه، اقول له ايوه، ادي الانزيمات هي بدات تفرز وراحت عندنا على الاكل، ومهمتها ان هي تيجي على جزيئات الطعام وتفتتها لجزيئات اصغر يسهل عمليه ايه؟ امتصاصها. ده بالنسبه كوظيفه ايه؟ هضميه. اي مشاكل عندنا في البنكرياس يا شباب بيعمل لي مشاكل كتيره جدا، زي امساك، كثره الرياح، مشاكل في البطن والام، كل ده عندنا بيكون مشاكل، ارتفاع نسبه السكر او انخفاضه، كل دي بتكون عندنا علامات نتيجه ممكن يكون في مشكله عندنا في البنكرياس. نيجي بقى عندنا بالنسبه لخلايا جزر لانجرهانز. خلايا جزر لانجرهانز عرفنا ان في عندنا في نوعين، في خلايا اسمها خلايا الفا، وده عرفنا مع بعض ان هي خلايا كانت قليله. طب على خلايا قليله ليه؟ يعني افرازاتها قليله. من الهرمون اللي بيفرز منها هرمون اسمه جلوكاجون. جلوكاجون يا جلوكاجون ايه مهمتك؟ قال انا مهمتي ارفع مستوى السكر في الدم. طيب عندنا نسبته كام؟ 20%، يعني حجمه بالنسبه للخلايا مثلا 20%، مهمته رفع السكر في الدم. طب هيرفع لي السكر منين؟ تمام، السكر في الدم قليل، يعني مثلا كمثال نفترض ان واحد صايم، اللي صايم ده هل في سكر في دمه؟ لا، ما فيش سكر في الدم. طب الاعضاء المهمه محتاجه تشتغل، قلب، رئتين، تمام، مخ، محتاجين يشتغلوا، محتاجين سكر، محتاجين اكسجين. طب الاكسجين مسؤول عن الرئتين، طب السكر يجي منين اذا كان مفيش هضم صايم؟ يبقى الحل قدام مننا، نروح على المخزن اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو عندنا الكبد، يروح للكبد الهرمون ده ويقول له يا كبد بعد اذنك محتاجين السكر المتخزن عندك مباشره. الكبد اول ما يشوف الجلوكاجون اللي احنا بنتكلم عنه يقوم يحول الجليكوجين المخزن فيه الى جلوكوز في الدم. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض في الفيديو ده والفيديو السابق ان احنا عندنا هرمونين بيأثروا على الكبد. مين الهرمونين المؤثرين على الكبد؟ خدنا عندنا الابينفرين والنور ابينفرين، تمام، او الادرينالين والنور ادرينالين، بنعتبرهم مع بعض ان هما كافرازات
نخاع الغدة الكظرية مهمتهم إن هما يخلي الكبد يحول السكر المخزن فيه إلى سكر في الدم، أو الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز في الدم. ده واحد. بالنسبة عندنا لهرمون الجلوكاجون في الفيديو بتاع النهاردة اللي بيفرز من البنكرياس من خلايا ألفا، ده مهمته برضو إن يخلي الكبد يحول الجليكوجين المخزن فيه إلى جلوكوز في الدم. طيب ده بيفرز إمتى؟ وقت الصيام. أنت صايم أو ما أكلتش أو ما فطرتش، تمام، فجسمك محتاج سكر، محتاج طاقة، هيجيبها منين؟ لازم يجيب من الاحتياطي اللي هو مخزن فيه الكبد. طيب واحد ممكن يقول له سيستم لو الكبد مفيش فيه سكر هيجيب منين؟ يبدأ ياخد من الشحوم، من الدهون اللي موجودة في قلب الجسم، تمام، زي ده اللي بيحصل من بعض الأشخاص، يقول لك أنا هعمل دايت. طب هتعمل دايت يعني إيه؟ يعني هقلل في الوجبات الغذائية بتاعتي. طب لما تقلل في الوجبة الغذائية إيه اللي هيحصل؟ هيروح الجلوكاجون يفرز. طب يروح للكبد، يا كبد عايزين سكر، يقول له والله ما عندي، انا خلصت السكر اللي موجود عندي، كل الجليكوجين اللي عندي طرحته في الدم خلاص على شكل جلوكوز، يعني ما فيش اي سكر عندك؟ لا. ففي الحاله دي الجسم برضه محتاج طاقه، يبقى الحل اللي قدامنا ناخد من الشحوم اللي متخزنه في قلب الجسم. بس النقطه ديت مش واضحه معانا، لكن واضحه بالنسبه للانسولين هنشوفها بعد شويه. الجليكوجين مهمته يحول لي الجلوكاجون مهمته يحول الجليكوجين المخزن في الكبد وبرضه بيكون موجود معانا في العضلات الى جلوكوز في الدم. طيب الجليكوجين بيخزن في الكبد والعضلات ويفرز عند عدم عند نقص الاكسجين السكر، معلش عدم ده خطا، ويفرز عند نقص السكر في الدم كالصيام او المجهود المفاجئ، يعني عملت مجهود مفاجئ او حصل نقص للسكر عندك، ففي الحاله ديت هيتم افراز السكر المخزن من الكبد سواء كان بافراز الجليكوجين او المجهود المفاجئ زي الابي نفرين والنور ابي نفرين اللي احنا قدامه قبل كده. طيب عرفنا ان مده التخزين بتاعته مده مؤقته، يعني استهلاكه استهلاك يومي بس، يعني انت اكلت فطرت مثلا او اتغديت، جسمك اخد الطاقة اللي محتاجها من الاكل، لسه في فائض هيقوم يبعته للكبد يخزنه في صورة جليكوجين. طب لو في فائض يقوم يتحول الى دهون او شحوم في قلب الجسم. تاني الحتة دي عشان بعض الطلبة ممكن تحتاج تركز فيها. احنا الاكل اللي احنا بناكله ليه تلات مراحل في عملية الهضم داخل الجسم. بعد الامتصاص قال لي اول حاجة يتم توزيع السكر على جميع خلايا الجسم، اي خلية في الجسم محتاجة سكر تديها، الكل اخد. طيب لسه في سكر، انت واكل وجبه كويسه، يبقى الكبد نبعت له يا كبد في سكر زياده، يقول طب هاتوه هخزنه عندي على شكل جليكوجين. طيب الكبد خزن السكر كفايته، العضلات خزنت السكر كفايته على شكل جليكوجين، لسه في سكر، يبقى في الحاله دي يتم تحويله الى شحوم، واللي برضه بيحوله عندنا الكبد. الكبد ليه وظائف كتيره جدا لكن الاهتمام بها قليل عندنا في الدرس ده. طيب جينا بقى عندنا فطرت اتغديت اتعشيت وقعدت فتره طويله بعد منها ما اكلتش ساعات طويله وتم استهلاك كل السكر اللي كان متخزن في قلب الدم والخلايا محتاجة سكر، هيبقى في الحالة دي سيفرز الجلوكاجون نتيجة ان تحت المهاد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده حلل السكر اللي موجود في الدم لان نسبة السكر منخفضة، بعت اشارة للغدة النخامية، يا غدة نخامية نسبة السكر في الدم منخفضة، ثم الغدة النخامية تفرز عندي هرمون يروح للبنكرياس، لمين؟ لجزء الانجرهانز، فين في جزء الانجرهانز؟ خلايا الفا، تقوم خلايا الفا مباشره مجرد ما يوصل لها الهرمون من الغده النخاميه تفهم منه ان نسبه السكر اللي في الدم منخفضه، وبناء عليه تبدا تفرز لي هرمون الجلوكاجون، تمام؟ الجلوكاجون يوصل الكبد ويحفز الكبد على تحويل السكر المخزن الى جلوكوز في الدم. وضحت يا شباب؟ يبقى ناخد بالنا منها واحده واحده. تحت المهاد اللي حلل، تمام، وحدد ان نسبه السكر منخفضه عن الحجم الطبيعي، احنا عارفين السكر الطبيعي ما بين 80 صايم 120 فاطر، بتختلف شوية على حسب من شخص لشخص، فهي عندنا من 120 إلى 80. طيب تحت المهاد قاس السكر لأقل من 180 مباشرة يبعت للغدة النخامية، غدة نخامية يلا شوف لي السكر منخفض، والغدة النخامية تبعت لمين؟ للبنكرياس، مين في البنكرياس؟ جزء الانجرهانز، مين؟ خلايا ألفا، مجرد ما خلايا ألفا يوصل لها الهرمون من الغدة النخامية على طول تفرز الجلوكاجون، الجلوكاجون يروح للكبد، الكبد عندنا يبدأ يحول السكر المخزن في صورة جليكوجين إلى جلوكوز في الدم. الموضوع ده أخذ فترة طويلة ولا قصيرة؟ أكيد هياخد معانا فترة طويلة، مش هيبقى فترة قصيرة. طيب نيجي مع بعض نتنقل للنقطة اللي بعد منها. النوع التاني من الخلايا اللي هي خلايا بيتا. خلايا بيتا وعرفنا إن الغالبية بتاعت جزء الانجرهانز كانت خلايا بيتا وكان نسبتها عندنا قلنا 80%. لأن أكتر هرمون بيفرز في الجسم هو هرمون الأنسولين. هرمون الانسولين ده من اهم الهرمونات الموجوده في الجسم وده اللي بيفرز عندك بصوره يوميه، ما ينفعش يتوقف في الأيام. يعني في هرمونات ممكن تشتغل في ايام معينه وتتوقف في ايام معينه، تمام، او تركيزها يختلف على حسب
الفترات الشهريه زي مثلا اي الهرمونات الحريم، تمام، او الهرمونات الجنسيه الانثويه، ديها فترات، في فترات بتزيد فترات بتقل. لكن بالنسبه للانسولين لابد ان يفرز بشكل يومي، كل يوم لما تاكل وجبه غذائيه مباشره هرمون الانسولين عندك لازم يفرز عشان يظبط لك السكر اللي موجود في قلب الجسم. طيب هرمون الانسولين عندنا ليه اكتر من وظيفه، تمام، مهمته الاساسيه ان هو يخفض لي السكر. طب هيخفضها ازاي؟ قال لي بعده طرق. قال لي اول حاجه هو بوابات دخول السكر للخلايا، بوابات دخول السكر للخلايا يعني ايه؟ يعني ده اللي معاه مفتاح الخلايا. الخليه ممكن تبقى مقفوله والسكر قدام منها في قلب الدم، لكن مستحيل تمد ايديها عليه. وهوريكم فيديو عن الموضوع دلوقتي، تمام، ان احنا عندنا الخليه لا يمكنها اقتناص السكر من الدم الا بامر من الانسولين. الانسولين يروح يرتبط بيها زي ما انت شايف قدام منك، يقوم مباشره يتفتح البيبان بتاع الخلايا، يبدا يندفع السكر من الدم الى داخل الخلايا. ده اول واحده، تمام. طب رقم اتنين، هو المسؤول ان يخلي الكبد ياخد السكر ويخزنه. يعني الكبد ما يقدرش ياخد السكر ويخزنه على شكل الجلايكوجين اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه مع هرمون الجلوكاجون، ما يقدرش يعمل المهمه دي الا بوجود الانسولين، تمام. طيب رقم ثلاثة، قال لي برضه هو ليه دور ان الكبد يحول السكر الاضافي الى شكل دهون. تاني الحته دي، يبقى احنا عندنا دلوقتي ثلاث وظائف للانسولين، ان هو يدخل السكر للخلايا لان هو مفتاح الخليه، هو المسؤول عن الارتباط بنواقل بروتينيه او حمل بروتينيه على اغشيه الخلايا، وبالتالي يفتح قنوات تسمح بدخول السكر، ايوه. هو المسؤول عن ان الكبد يحول السكر الى جليكوجين، ايوه. هو المسؤول عن تحويل الكبد الى دهون في صوره حاجه اسمها خلايا شحميه، ايوه. ليه ثلاث وظائف عندك. طيب في واحد وحيد معاه واسطه قويه جدا بيدخل الخليه وما تفرقش مع حد، اللي هو مين؟ سكر الفركتوز. سكر الفركتوز مش محتاج واسطه، يعني نقوله كده بوضوح، يعني الناس الكبار في السن او المصابين بالسكري دايما تلاقي، مثلا لو انت اخدت بالك من مدرسك، بعض المدرسين بيجي لهم السكر، تمام، بسبب الضغوط اللي بنتعرض لها. فواحد منهم عنده مثلا السكر، تلاقي دايما حاطط حلويات في جيبه، شوكولاته. طيب ايه الحلويات دي بيعمل بيها ايه؟ لما يبدا يحس باعراض دوخه، يعني معناها السكر بقى في الخلية منخفض، والخلية ما عادتش قادرة بتقوم بالمهمة بتاعتها بالشكل المطلوب. ممكن ياخد بالك من حاجة، ان ممكن يكون سكره عالي وممكن يكون سكره منخفض، في الحالتين ممكن يدوخ. يعني الشخص اللي عنده السكر سواء كان بالسكر نوع السكر العالي او السكر المنخفض، في الحالتين ممكن يدوخ، تمام. طيب سبب الدوخة ايه؟ ده السكر عالي والسكر منخفض. سبب الدوخة ان الخلية نفسها جعانة، الخلية نفسها ما فيش فيها سكر. طب والحل؟ لازم الخلية تاخد سكر. طيب عشان ادي للخلية سكر لازم ادي له ابرة انسولين لو انا لقيت السكر عالي. طب انا مش عرفني ان هو السكر عالي ولا السكر واطي، ما اعرفش. فالحل الاسرع ليه ان هو ياخد حباية الشوكولاتة اللي هو حاططها في جيبه مستعد بيها، يحطها في قلب الهم ويبدأ يمص فيها او ياكلها او يكسرها ويهضمها، فهي غالبا بتحتوي على سكر الفركتوز. ولو انتوا عايزين تعرفوا الفرق، هتلاقوا دايما الحلويات طعمها احلى من السكر اللي موجود في البيت، السكر اللي بنحلي بيه الشاي، الحلويات احلى منه. طب ليه؟ لان الحلويات بتحتوي على سكر الفركتوز اللي هو بيكون طعمه احلى، ده بقى يقدر يدخل الخليه من غير الانسولين. تاني، الفركتوز يستطيع الدخول لداخل الخلايا بدون الانسولين، بدون مين؟ الانسولين، يدخل مباشرة بدون اي واسطة، بدون حد يفتح له الباب. الانسولين كان مهمته يفتح الباب عشان الجلوكوز يدخل، لا، ده هيدخل مباشرة بدون وجود الانسولين، وبالتالي الخلية وصل لها سكر، في اكسجين، هتقدر تنتج الطاقة. الشخص ده اللي بعد ما كان حاسس بدوخة او هبوط او ان هو الطاقة اللي في جسمه منخفضة بدأت تنشط. طيب ومن المفترض على الشخص بقى ان هو في الحالة دي يبدأ يشوف السكر بتاعه واطي ولا عالي، وبناء عليه يشوف اذا كان نسي ياخد الحباية بتاعته او ياخد الابرة او الحقنه بتاعت الانسولين، يشوف العلاج بتاعه. سكر واطي، يبقى لازم ياخد حاجه مسكره. طيب واحد ممكن يجي يقول يا استاذ، طب انا لو عندي واحد يعني وقع في غيبوبه وانا مش عارف عالي ولا واطي، اعمل ايه؟ لسه حلل له سكر، طب الجهاز مش لقيته، مش عارف ايه، اديله حاجه مسكره، ويفضل يكون حلويات عصاير. طب مش فيش خطر يا عم؟ هو لو سكره عالي مفيش مشكله، انت لو اديت له حاجه مسكره ضمنت ان السكر اللي هو اخده هيوصل لداخل خلايا جسمه، وبالتالي لو هو عنده نقص سكر انت دخلت السكر في قلب الخلايا. حتى لو عنده سكر عالي
انت دخلت برضه سكر للخلايا بالسكر اللي احنا قلنا عليه اللي هو سكر الفركتوز، لان الحلويات والعصائر بيكون فيهم سكر الفركتوز. فانا لما اديهم له تمام، سواء كان السكر عالي في الدم او منخفض، انت في الحالتين كده وصلت السكر لخلايا الجسم، ففي الحاله دي الغيبوبه اللي موجوده عنده تقل. وبعد كده ابدا اشوف بقى يا ترى السكر اللي عنده عالي ولا منخفض من خلال الاتصال، او اشوف الاسعافات الاوليه، او اشوف الجهاز بتاع السكر، وابدا اقيس له السكر واشوف يا ترى ايه المشكله اللي عنده، اذا كان زياده ولا نقص اطلب الاسعاف تمام، وبناء على الطبيب المختص ليه او اللي بيتابع معاه، واقدر اعرف ايه المشكله اللي موجوده تمام. لكن مبدئيا ما استناش، لان انا لو استنيت فتره طويله او اتاخرت في عمل الاسعافات ديتي، الشخص اللي قدام مني خلايا مثلا زي خلايا المخ ما وصلهاش السكر، هل هتقدر تقوم بمهمتها؟ لا. انت في الحاله دي ممكن تشتغل ولا تتوقف عن العمل؟ تتوقف. تخيل ان خلايا في المخ توقفت عن العمل، ماتت، ما هي لها فتره زمنيه معينه، الخلايا لها عمر، لو توقفت عن الحصول على السكر او الاكسجين او الطاقه خلال فتره زمنيه معينه ممكن الشخص يموت. فلذا لو عندك حد مصاب بالسكري او سمعت عن حد مصاب بالسكري، تعرف دايما ان الوالدين عندهم دايما لو عندهم طفل مصاب بالسكري دايما طول الليل قاعدين يراقبوه، كل شويه يروحوا يطمنوا عليه ويشوفوه كويس، وممكن يصحوه من النوم يسقوه ميه يطمنوا ان هو ما يجيلوش غيبوبه السكر وهو نايم تمام، يطمنوا من قياسات السكر بشكل مستمر ان سكره مظبوط، يظبطوا له الوجبات الغذائيه بتاعته، وهنشوف مع بعض انماط السكر في نهايه الايه الجزء بتاعه. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه لي الجزئيه برضو بتاع الانسولين، قلناها مع بعض ان هو اللي بيتحكم عندنا ما بين الجليكوجين والجلوكوز، هو اللي بيقدر ينظم العمل اذا كان يتخزن او لا تمام. وعرفنا ان الجلوكوز ليه احتمالين تمام، ان يتحول في صوره جليكوجين ويتخزن في الكبد والعضلات زي ما احنا قلنا تمام عن طريق الانسولين، او ان هو يتخزن في صوره مواد دهنيه ودي تتخزن في انسجه الجسم المختلفه عن طريق خلايا شحميه. بتلاقي الشحوم بقى ممكن بعض الناس بتبقى عندنا في منطقه العضد، في بعض الافخاد، في الارداف، في البطن بالذات عند الذكور، يعني اغلب الذكور مثلا تلاقي عنده البطن يقول لك ده الكرش، اه ده عز، ده اه ده كتره دهون، تبقى دهون مخزنه في منطقه البطن. هرمون الانسولين نقص الافراز بتاعه، ممكن شخص يكون عنده خلل في البنكرياس وبالتالي الانسولين بيفرز بشكل قليل، كميته قليله. طيب هل يا ترى هنفتح البوابات للخلايا لدخول الانسولين؟ برافو عليك، هيبقى الكميه عندنا قليله، وفي الحاله دي هتسبب مشكله تمام. طيب يعني الخليه تبقى جعانه، مفيش فيها سكر، مفيش فيها قدره على انتاج طاقه، مفيش فيها قدره على القيام باداء وظائفها، مشكله كبيره عندي تمام. طيب بيظهر على الشخص ده مرض ونسميه مرض البول السكري. طب سموه مرض البول السكري ليه؟ تعالى كده بسيط، بداية ظهور المرض دوت لما اكتشفوه كانوا بيشوفوا تحليل البول، وده ما زال لحد الآن بيستخدم في المستشفيات، أي شخص جاي فبنقول له اعمل تحليل البول، ومن خلال تحليل البول أشوف يا ترى هل البول بتاعه فيه سكر؟ فيه سكر؟ أيوه. إحنا عندنا كلنا بصفة عامة ممكن البول بتاعنا يكون فيه سكر، بس في نسب محدودة يعني ملي جرامات صغيرة أوي ممكن تكون في قلب البول بتاعنا، وممكن لا تكون موجودة. لكن مريض السكري لازم يكون عنده سكر في البول. طب ايه السبب؟ ان السكر في الدم زياده تمام، ما هو الانسولين قليل فالسكر مش قادر يدخل للخلايا، مش قادر يروح للكبد، مش قادر يتخزن لا في صوره جليكوجين ولا في صوره شحوم او دهون. طب في الحاله ديتي ما فيش قدامنا حل غير اننا نتخلص منه، لان اعتبر دلوقتي ماده زائده، ماده ضاره. طب الحل اللي قدام مننا الكبد، يا كبد الحقنا، ايه عندنا سكر زياده، المستوى بتاعه اعلى من الطبيعي، المستوى بتاعه 200 300 400 ان كانت ايه التركيز بتاعه. ففي الحاله دي مباشره الكبد يبدا، الكليه اسف، تبدا تسحب السكر من الدم ويتم طرحه في البول، ويتم طرحه في البول تمام. طرحنا السكر عندنا في قلب البول، فلما نيجي نعمل تحليل البول نلاقي البول بتاعه في سكر، اه يبقى استدل من الشخص ده انه عنده سكر او مرض البول السكري. ده بدايه اكتشاف المرض، وبناء عليه تم اطلاق اسم المرض، اسم مرض البول السكري، وبعد كده بنقول عليه مجازا مرض السكري مباشره. مرض السكري في جزئيه مش موجوده عندنا في المنهج المصري، بس موجوده في بعض المناهج برضو الاخرى، ناخدها من معلومه ممكن نلاقيها بعض الناس جايبينها كاضافات في بعض الاسئله، منه نمطين. النمط الاولاني وان البنكرياس متوقف عن افراز الانسولين، خلايا بيتا ما بتفرزش انسولين اصلا تمام. طب النمط الثاني، خلايا بيتا بتفرز لكن استجابة خلايا الجسم ليه ما هيش بالقدر المطلوب. تاني الحتة دي نفرق ما بينهم. النمط أول اللي بنعتبره مريض سكري فعلا، عنده السكر. ليه يا عم الحاج عنده السكر أساسي؟ أه لأن الأنسولين لا يفرز. طب والحل اللي قدام مننا، بنكرياس ما بيطلعش أنسولين، إيه الحل؟ نديله أنسولين، نديله حقنة أنسولين تمام. طب بالنسبة للنوع التاني،
عدم استجابة لخلايا الجسم بالشكل الملائم. يعني البنكرياس بيفرز أنسولين لكن بيروح على خلايا الجسم، يا خلايا الجسم يفتح الباب عشان تاخد السكر، لا الاستجابة مش كويسة. يا كبد تخزن، الكبد برضه الاستجابة مش كويسة. فده الشخص ده برضه ممكن بيبقى ليه أدوية معينة بتظبط العملية دي أو بتنشط العمل. تمام، ما هنجيلهم في مقارنة ما بين الاتنين دلوقتي. في الحالة ديت طالما عندنا خلل في الهرمون أو خلل في استجابة خلايا الجسم للهرمون، في الحالتين هيحصل عندي خلل في عملية الأيض. طب الأيض واحد جاي لسه بيتفرج أول مرة عليا وبيسمع الفيديو ده، تمام، طيب عملت لايك أود لسه هزعل منك، اعمل لايك يلا واعمل اشتراك. بنقول يا غالي بالنسبة عندنا ليه الأيض ممكن يحصل فيه مشكلة. ايه المشكلة اللي عندنا؟ ان الأيض فيه منه نوعين، فيه منه نشاط أيض هدمي وأيض بنائي. أيض هدمي لما السكر دخل جوه الخلية عشان الخلية تحرقه وتطلع منه طاقة، ده اسمه أيض هدمي. طب أيض بنائي ان السكر دخل الكبد والكبد خزنه في صورة جليكوجين، حوله لدهون وتخزنت في مناطق مختلفة من الجسم، ده اسمه أيض بنائي. يبقى بنائي بزود في الجسم، هدمي ان انا بكسره واخد منه طاقة عشان استفيد منها. وصلت؟ يبقى الأيض منه نوعين، أيض هدمي وأيض بنائي. ففي الحالة ديتي طالما الهرمون فيه مشكلة أو استجابة الخلية فيها مشكلة، يبقى في الحالتين حصل مشكلة عندي في الأيض، سواء في الجلوكوز أو في الدهون. برضه هيحصل عندنا ارتفاع في نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وأنا قلت لكم المعدل الطبيعي ما بين 80 ل 120. لو أنت صايم ممكن 80، ممكن توصل ل 70 عادي. تمام، لو أنت أكلت وبقالك ساعتين مثلا بعد الأكل ممكن يوصل تركيز السكر في الدم لحدود 140، ده لو أنت شخص طبيعي. ممكن بعض الحدود المسموحة نسبة توصل ل 150، مفيش مشكلة، لكن أكثر من كده يبقى خد بالك من نفسك إن أنت فرصتك بالإصابة بمرض السكر هتبقى عالية. تمام، الطبيعي ما بين 100 من 80 ل 120، ده الطبيعي للأشخاص. طيب نيجي عندنا الشخص مريض السكر، عرفنا من شوية إن الكليتين هتاخد السكر من الدم وتطلعه في صورة بول. طيب في الحالة ديت يعني هي بتطر البول بكمية كبيرة ولا صغيرة؟ طول اليوم قاعدة تسحب سكر من الدم وتجمع في البول، تاخد سكر من الدم وتجمع في البول، ففي الحالة ديت هتخرج سكر بكمية كبيرة في صورة بول، يبقى هروح الحمام بكمية كبيرة. طيب تاني حاجة، البول اللي بيطلع من الجسم بيطلع مع مية، يبقى في الحالة دي الشخص هيحس بالعطس بشكل متكرر، يبقى الاقيه بيتبول كتير بيعطش كتير. فلذا تلاقي الناس اللي عندها بتروح الحمام فترة طويلة غالبا يا مريض سكري يا عنده التهاب خاص بمجرى البول. تمام، يعني مشكلة من الاتنين دول ناخد بالنا منه. تمام، مريض السكري بيتبول كتير، كسر التبول، كسر شرب الماء، بيبقى دي مشكلة موجودة عنده. تمام، ما يجيش واحد مثلا يقول ده انا بروح الحمام كتير يا استاذ يبقى انا كده عندي السكر، لا يا غالي، نحلل السكر الاول، صايم وفاطر، تمام، او تحليل بول او سكر عشوائي على حسب الطبيب ما هيحدد معاك السكر اللي هيمشي معاك او الحاله اللي قدام منه هيحددها لك، وبناء عليه يديك التعليمات اذا كنت لا قدر الله مصاب بالسكر او سليم. لكن في بعض الاحيان ممكن من تحليل البول يطلع ان في بعض الالتهابات في مجرى البول، فبالتالي يحصل عندك مشكله في المثانه في الكليه، فدي بيكون مشكله عندك تعمل ان انت تحس ان انت عايز تتبول بكثره. مريض السكري عرفنا ان احنا هو ممكن يصاب بغيبوبه، وعرفنا ان الغيبوبه دي مش شرط ان هو يكون السكر عالي او السكر واطي، في حالتين ممكن بيحصل غيبوبه. ايه السبب؟ ان نسبه السكر في الدم بيكون عندنا عاليه او منخفضه، لكن وجودها جوه الخليه منخفض جدا. تاني، السكر جوه الخليه تقريبا زيرو، قليل جدا. ممكن يكون السكر في الدم عالي، ممكن يكون السكر في الدم منخفض، لكن في الحالتين جاله غيبوبه. طب سبب الغيبوبه ايه؟ ان السكر اللي جوه الخليه اللي مثلا موجوده في الدماغ او في المخ قليله، فالخليه جعانه مش قادره تقوم بالمهمه بتاعتها، مش قادره تنتج الطاقه، مش قادره تنظم الرسائل العصبيه، ففي الحاله دي الشخص بدا يدوخ، ممكن يغمى عليه. الحل السريع ان احنا نديله اي قطعه حلويات او نسقيه عصير. ليه؟ لان بيحتوي على سكر اسمه سكر الفركتوز. تمام، سكر الفركتوز ده سكر طعمه حلو بيكون موجود في الحلويات، وده بيدخل الخلايا بدون واسطه، بيدخل على طول مش محتاج انسولين، فبالتالي هيرفع السكر في قلب الخلايا. الشخص اللي عنده غيبوبه هيبدا يفوق معايا، تمام، وابدا اشوف الاجراءات الطبيه اللي موجوده، او اديله العصير، تمام، وفي نفس الوقت اتصل على الاسعاف عشان يشوف الاجراء الطبي اللي يتم مع الشخص ده. عرفنا ان انماط السكري، عرفنا ان في نمطين وده جزء اضافي بس خدوا برضو للمعلومه هتفيدك ان شاء الله في كل الطب، ان السكر عندنا نمطين. من حيث السبب عرفنا الاولاني ان مفيش افراز انسولين، لكن بالنسبه للسبب الثاني عدم استجابه الخلايا للهرمون بالشكل المطلوب، يعني الهرمون موجود لكن خلايا الجسم لا تستجيب له بالشكل المطلوب. طيب بالنسبه للعلاج بتاعنا هنعالجه ازاي؟ الاولاني مفيش انسولين يبقى لازم احقنه بانسولين بس، لا ويظبط الاكل بتاعه، يبقى عندنا مهمتين.
احنه بالانسولين لان مفيش انسولين بيفرز من البنكرياس، وتاني حاجه اضبط له التغذيه تمام، اشوف التغذيه بتاعته بياكل وجبات مظبوطه، ما بيزودش في السكريات، ما بيزودش في الحلويات، لازم الحاجات دي تبقى بحسابات دقيقه على اساس ان ما يسببلوش ارتفاع في السكر في قلب الدم، لان السكر مصيبه يا جماعه. السكر عندنا ممكن يؤدي لفشل الكلى لان بيهلك الكليه طول اليوم قاعد بيعمل حمام بكميه كبيره تمام. طيب ادي عندنا مشكله، بيؤدي عندنا الهشاشه في العظام من كثرة التبول، بيلحقش الجسم عندنا مثلا يحتفظ ببعض المعادن وبيتم طردها بشكل مستمر. تلاقي الناس اللي عندهم السكري غالبا بيكون الأسنان بتاعتهم بتقع تمام، الفكين بيبدأ يحصل فيهم ضعف، الأسنان ما بتبقاش متماسكة معاها فبالتالي بتتساقط، ممكن يعملوا ضعف في الإبصار، تلاقي النظر بتاعه بدأ يكون ضعيف تمام. مشاكل كتيرة بيكون سببها السكري، فلازم نحافظ على السكر لأن السكر مشكلة كبيرة لا محصائية حافظناش عليها. لازم نمارس الرياضة تمام. بالنسبة للنمط التاني، طب احنا ما اديناهوش هرمون ليه؟ ما احنا قلنا الهرمون بيفرز بشكل طبيعي تمام، الهرمون بيفرز بشكل طبيعي، يعني هديله هرمون تاني ليه؟ هو بيفرز لكن خلايا الجسم ما بتستجيبش. طب ما يمارس رياضة، ايه الفايدة؟ لما يمارس الرياضة الخلية هتخلص الطاقة اللي فيها، فيها الجوع، فبناء عليه هتبدأ تسحب السكر من الدم. لو الهرمون موجود هيكون فاتح البوابات، لو حتى بكمية بسيطة البوابات المفتوحة أو مستجيبة عندنا بالقدر المطلوب قليلة، بس هيدخل سكر جوه الخلايا، يبقى انا سحبت سكر من الدم، يبقى انا خفضت نسبه السكر في الدم. طب تاني حاجه برضه ضبط التغذيه، يعني احنا نظبط له الاكل بتاعه ونتاكد ان هو ما بياخدش السكريات بكميه كبيره عشان ما يرفعش نسبه السكر اللي موجوده في قلب الجسم. بكده اعزائي الطلاب نكون خلصنا مع بعض الهرمونات الخاصه ب نيجي نشوف مع بعض يا شباب نيجي نشوف مع بعض يا شباب بالنسبة عندنا للجزئية بتاعت السكر والهرمونات. هنشوف عندنا مثلا وليكن ده مثال القناة الهضمية، وده الأكل بينزل في قلب القناة الهضمية تمام من المريء، بيتم هضمه تمام عن طريق القناة الهضمية. بعد عملية الهضم اللي بيتم هنا سواء أي كان الأكل اللي جاي، مباشرة بتوصل إشارة للبنكرياس، والإشارة دي بيكون في صورة هرمونات. بعض الناس بتقول إن هو عصبي، وإحنا عندنا تجربة في البداية خالص لأحد العلماء اثبت لي ان مفيش الاتصال العصبي اللي موجود ماهوش مسؤول عن افراز الهرمونات. طيب ادي منظر العضلات اللي موجوده في قلب الجسم، وده السكر اللي بيكون موجود بيمشي عندنا جلوكوز اللي هو الجي تمام، بيبدا يتحرك ويبدا يدخل لجوه الخلايا بتاعتنا عشان الخلايا تبدا تستمد الطاقه من الجلوكوز اللي موجود. مجرد ما بيجي يوصل للخلايا الانسولين مهمته، لاحظ ان الانسولين اهو مفتاح فتح البيبان للخلايا وتبدا مباشره الجلوكوز يدخل عندي في قلب الخليه. عرفنا ان الكبد عندنا مهمته مجرد ما الانسولين بيفرز بيروح للكبد، فيبدا الكبد عندنا مهمته بيجي اشاره من البنكرياس للكبد ان هو يبدا يخزن السكر على شكل جليكوجين تمام. برضه نفس الفكره، بدا يخش جوه الخلايا وبعد كده يتحول جوه الخلايا عندنا على شكل جليكوجين مخزن. عرفنا ان السكر عندنا ليه مستويات، قد ينخفض قد يزيد تمام، وبناء عليه الهرمون بيتاثر معاه. كل ما يزيد السكر الجلوكوز الاقي مستوى الانسولين بيرتفع معايا، كل ما يقل مستوى السكر ينخفض مستوى الانسولين معايا، يبقى الاتنين شغالين مع بعض علاقه طرديه، عشان دي ممكن نشوفها في العلاقات البيانيه. جايب لي العلاقه ما بين الانسولين والجلوكاجون، ارتفاع الجلوكوز يزيد الانسولين. طب لو انا عندي الانسولين منخفض والجلوكوز مرتفع، يبقى الشخص ده عنده مرض السكري، ودي تبقى مشكله صحيه تمام. مفيش عمل فيس للبنكرياس في الحاله ديت، محتاجين ان هو ياخد ابر الانسولين على اساس ان يتعوض الهرمون الذي لم يفرز من البنكرياس، وده بنسميه النمط الاول تمام، نمط السكري رقم واحد تمام. فلازم ياخد عندنا الابر بتاع الانسولين او حقنه الانسولين، وبياخدها بتركيز معينه الدكتور بيحددها له على اساس ان يظبط مستوى السكر اللي موجود. طيب عندنا مثلا اهو ده مثال اهو، لو الانسولين غير موجود، شوف كل ده سكر موجود في قلب الدم كميته كبيره، لكن الانسولين اللي هو المسؤول عن فتح البوابات بتاع الخلايا مش موجود، تراكم الجلوكوز في قلب الدم بقدر كبير، يبقى ده الخطوره عندنا اللي قد تؤدي الى ارتفاع السكر في الدم وقد تؤدي الى مشاكل في الكليتين. لاحظ عندنا بيقول ان الكليتين بدا يجمعوا لي البول ويطردوه خارج الجسم عن طريق المثانة تمام. ارتفاع كميه البول تمام، تركيز البول عندي هيبدا، او كميه البول او السكر اللي هيطرد في البول هيكون عندي كميه كبيره. طب بالنسبه للدماغ عندنا، الشخص بدا ايه ممكن يجيله فرصة لعابية تمام، بيسيل من قلب الفم نتيجة انه ممكن يكون عنده غيبوبة تمام، نتيجة
ارتفاع السكر في الدم. بالنسبة للمثانة بدأت ترتفع معايا بكمية كبيرة، تمام، هيحتاج يروح الحمام عندي أكثر من مرة في اليوم، ده معدل كبير أكتر من المطلوب. بالنسبة للجروح بتاعته بتبقى صعب الالتئام، بياخد معانا فترة طويلة، يعني الشخص مريض السكري لو الجرح بتاعه انجرح بيقعد فترة طويلة. أحيانا بيكون الأعصاب بتتأثر، يعني مثلا واحد منهم ده مثلا قدامه دفاية أو قدامه نار قدام رجليه ما يحسش بيه، تمام. البصر زي ما احنا قلنا بيكون عنده ضعف في الإبصار، دي بتبقى مشكلة كبيرة بيعاني منها أغلب الناس كبار السن، وخاصة مصاب السكري بيكون الإبصار عنده كبير. النوم عندنا بينام فترة طويلة، تمام، بيبقى طول الوقت تعبان، حاسس انه مش قادر يتحرك، هبطان، فدي بتبقى مشاكل صحيح بيعاني منها مريض السكر. الطاقة اللي موجودة، وزن الجسم بينخفض، تمام، بتلاقي نحيف، عنده مشاكل في بنية الجسم. خلاص قلنا بالنسبة لي خلاص كده المظاهر كلها بيظهرها لي كلها مرة واحدة، الجروح سواء إخراج البول، إفرازة اللعاب، النوم، ضعف الإبصار، الوهن والضعف، كل دي مشاكل عندنا بيظهر على الشخص. لكن بالنسبة للنمط التاني عرفنا إن الأنسولين بيفرز في شكل طبيعي، تمام، لكن استجابة خلايا الجسم ما بتكونش عندنا بالقدر إيه الملائم، تمام. يجي الأكل مثلا ويتهضم في قلب المعدة والأمعاء، والسكر يتنقل للدم ويروح لخلايا الجسم المختلفة، تمام، والأنسولين موجود لكن ما بيفتحش كل الخلايا. لاحظ ادي الانسولين جه بس، يعني خلايا فتح خلية، خلية تانية لأ، تمام، دخل كمية بسيطة، مش الكمية المطلوبة، تمام، يعني مش كلها، بص ساب الخلية ومش، فبيفتح واحد وواحد لأ، ففي الحالة دي الخلية ما بتستجيبش لأن الهرمون عندنا لاحظ إن البوابات بتاعتها ما بقتش بالقدر المطلوب. الهرمون بيفرز، السكر عالي بس الهرمون ها موجود والسكر موجود، لكن ارتفاع السكر أعلى، ده بيكون سببه احلى. وحللت له انسولين هلاقي الانسولين كويس، تمام، تركيزه عالي وكميته عالي، لكن عندنا بالنسبة لي السكر برضه عالي. طب ادور على السبب، يبقى الخلايا لا تستجيب بالشكل المطلوب، يبقى احنا عرفنا ان الشخص ده لازم اديله وجبة غذائية متوازنة، وفي نفس الوقت عندنا لازم يمارس رياضة للتخلص من السكر بمرور الوقت، عن طريق ان الخلية بتبدأ تستهلك السكر اللي موجود في قلب الدم وتقلل منه. هل يا ترى يعاني من بول سكري؟ من بول سكري، ايوه، هلاقي البول بتاعه برضه بول سكري، برضه نفس المظاهر، ان الجروح بتتأخر، كثرة النوم، نفس المظاهر المرضية اللي بتظهر على مريض السكر العادي هتظهر عليه. بس الفرق بينهم ان الاولاني عرفنا ان البنكرياس لا يفرز انسولين، لما حلله نسبة انسولين في الدم مش هلاقي او هتبقى ضعيفة جدا. لكن بالنسبة نيجي مع بعض عندنا بالنسبة للرسمة الاخيرة، نيجي مع بعض بالنسبة للرسمة الأخيرة دي توضح لي ايه الفروقات اللي موجودة عندنا. عرفنا مع بعض ان بالنسبة لهرمون الانسولين والجلوكاجون عرفنا ان في هرمونين عكس بعض. المستوى الطبيعي للسكر في الدم عرفنا ان ما بين 80 ل 120، تمام، على كل 100 سنتيمتر مكعب، يعني الناس لو سحبنا من الدم 100 سنتيمتر مكعب او ما يعدلهم، لو انا قللت الكمية من هنا هقلل الكمية اللي هنا. لو السكر انخفض طبعا البنكرياس هيجي له اشارة، البنكرياس السكر منخفض فمباشرة هيشغل جزء اللانجر هانز، خلايا الفا هتبدأ تفرز هرمون الجلوكاجون اللي هيروح للكبد، يا كبد ابدأ طلع لي السكر المخزن فيك، فيحول الجلايكوجين المخزن الى جلوكوز ويتم ضخه في الدم لحد ما يرجع السكر للمستوى الطبيعي. مجرد ما يرجع السكر للمستوى الطبيعي يجي اشارة البنكرياس توقف، فيقوم وقف الجلوكاجون لان مستوى رجع للطبيعي. طب نفترض ان احنا اكلنا وجبة غذائية، مستوى السكر اللي هيحصل له هيرتفع، تيجي اشارة تانية للبنكرياس، طبعا كل ده من الغدة النخامية المفصل امام، يبدأ يفرز عندنا هرمون الانسولين. هرمون الانسولين عرفنا ليه اكتر من وظيفة، هيحث الخلايا ان هي تبدا تاخد السكر من الدم عشان تستخدمه وتطلع منه طاقه، او يحفز الكبد عندنا لمهمتين، ان هو يخزن في صوره جلايكوجين او يخزن في صوره مواد شحميه او شحوم او في خلايا شحميه. نسبه السكر نتيجه المهام الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، سواء الكبد المهمتين اللي هيقوم بيهم او المهمه اللي هيقوم بيها الخلايا بتاع الجسم، هتبدا تنخفض عندنا مستوى السكر لحد ما يرجع للمستوى الطبيعي، تمام، وهكذا تفضل العمليه، ما هي الا ميزان ما بين الانسولين والجلوكاجون مهمتهم ضبط مستوى السكر في الدم. عرفنا الهرمون عكس بعض سواء الجلوكاجون او الانسولين، الجلوكاجون والانسولين مهمتهم ضبط السكر، وبالتالي بيحافظ على مستوى السكر في شكل ثابت اللي هو 80 على 120 ملي جرام. بالنسبة للنمط التاني لما احلله انسولين هلاقي الانسولين موجود بالكمية المطلوبة، لكن برضه بيعاني من نفس أعراض السكري. بكده أعزائي الطلاب نكون احنا خلصنا الجزء الخاص بالهرمون
البنكرياس، وعرفنا مع بعض في الجزء دلوقتي إن هو شغال كغدة قنوية وغدة لا قنوية. عرفنا إن الغدة القنوية بإن هو بيفرز إنزيمات هضمة خاصة بهضم بعض مجموعة كبيرة من المواد الغذائية. عرفنا مع بعض تاني حاجة إن هو بيفرز عندنا مجموعة من الهرمونات المسؤولة عن ضبط مستوى السكر. الهرمونين عكس بعض، تمام؟ واحد مهمته يرفع لي السكر في الدم وتنزل الجلوكاجون، وده بيسحبه من الكبد، الصورة المخزنة في الكبد يحوله لسكر جلوكوز في الدم، أو إن هو يخفض لي السكر في الدم زي هرمون الأنسولين، تمام؟ أتمنى تكون المعلومات اللي إحنا قلناها تكونوا استوعبتوها واستفدتم منها أي معلومة تفيدكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك شير تشترك في القناة. تمنيت لكم بالتوفيق، مع السلامة.